أرحب بضيفي من عمان وزير الخارجية الأردني الأسبق السيد مروان المعشر. سيادة الوزير مساء الخير وأهلا بكم. مساء النور سيادة الوزير. يعني أولا كيف ترى الظروف التي تجرى فيها حاليا مفاوضات وقف إطلاق النار؟ الجهود المصرية والجهود الأردنية حقيقة هي جهود كبيرة ومقدرة، كيف تصف الأجواء الآن؟ الجهود تتركز المصرية والأردنية طبعا على وقف دائم لإطلاق النار وعلى دخول مساعدات إنسانية لإنقاذ غزة مما تتعرض له من ويلات وكوارث، لكن حتى اليوم لا تزال الهوة بعيدة بين الجانبين. الجانب الفلسطيني يصر على وقف كامل لإطلاق النار ودائم لإطلاق النار ويصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أما الجانب الإسرائيلي فطبعا لا يريد ذلك، وما يعرض هو هدنة مؤقتة لمدة 6 أسابيع تستأنف بعدها العمليات العسكرية. ولذلك يعني حتى اليوم ليس من الواضح ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إلى مثل هذه الهدنة قبل شهر رمضان المبارك. سيد مروان، يعني ترى هذه الهجمة الإسرائيلية وحقيقة أيضا غض طرف من قبل واشنطن فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للأونروا، كيف ترى هذه الهجمة على الأونروا خاصة وأنها تخدم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين منهم من يعيشون على أرض الأردن؟ حقيقة الهجمة على أونروا مهزلة دولية، يعني في خضم ما تتعرض له غزة من عدوان، ففي خضم المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم في غزة، يأتي المجتمع الدولي ويقول بسبب مزاعم لم تثبت حتى الآن يقطع المساعدات عن أونروا. هذا ليس فقط يعني انهيار كامل لأونروا، لكن هذا بطبيعة الحال أيضا وقف لكافة المساعدات، ونحن نتذكر أن أونروا هي الفاعل الأكبر على الأرض في قطاع غزة اليوم. يعني محاولة إيقاف أونروا عن العمل إسرائيل كانت تقوم بها ليس من اليوم، ولكن عبر ربما كل السنين التي عملت فيها أونروا منذ إنشائها بعد حرب 48 حتى اليوم، وهي إسرائيل تنجح اليوم ربما في جعل أونروا تنهار بالكامل بسبب مزاعم غير مثبتة. خطورة الاستسلام لهذه الهجمة الإسرائيلية سيد مروان المعشر، يعني خطورة الاستسلام لهذا الأمر خصوصا إذا كان سيشكل تحدي بالنسبة للأردن فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي الأردنية، أو حتى خطر سياسي بالنسبة لمصر لأن هناك الملايين يعيشون الآن في رفح الفلسطينية ودون مأوى ودون غذاء، وربما بعد قطع الأونروا للمساعدات وشح المساعدات الداخلة للقطاع سيكون هناك خطر بكل تأكيد على البلدين والأمن القومي لهما. بكل تأكيد سيدي الكريم، هدف إسرائيل من هذه الحرب على غزة واضح تمام الوضوح، ليس الهدف فقط محاولة تدمير القدرة العسكرية لحماس كما يقول الإسرائيليون ذلك، إنما هو تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن. لماذا؟ لأن إسرائيل اليوم لا تريد دولة فلسطينية وقد أعلنت عن ذلك مرارا، لا تريد إنهاء الاحتلال ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية، وهي أيضا لا تريد أغلبية فلسطينية، واليوم يتواجد على الأرض الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل أغلبية فلسطينية، 7.4 مليون فلسطيني مقابل 7.2 مليون إسرائيلي يهودي. وبالتالي إن لم تكن إسرائيل تريد لا دولة فلسطينية ولا أغلبية فلسطينية فليس لها من خيار إلا محاولة التهجير، لكن هذه المحاولة أولا مصر والأردن يعني تصدت لها بكل قوة وبكل إصرار ونجحت في يعني نجحت في تسليط الضوء من قبل المجتمع الدولي على هذه المحاولة، إضافة إلى أن الجانب الفلسطيني نفسه
لا يريد الهجرة، وقد أثبت ذلك في قطاع غزة بكل وضوح. وكما تحدثت سيدي الكريم، بالرغم من قرارات الأمم المتحدة وعلى أساسها القرار 194 الذي يسمح بالعودة لمن يرغب بذلك من اللاجئين الفلسطينيين، لم تسمح إسرائيل بعودة لاجئ واحد منذ عام 48. وبذلك تعلم الجانب الفلسطيني الدرس ولن يهاجر باعتقادي رغم كل المحاولات الإسرائيلية. استطاعت القاهرة وعمان أن تفشل كما تفضلتم المخططات الإسرائيلية بالتهجير، وملف الترانسفير هو ملف قديم عاد من جديد بعد 7 أكتوبر، ولكن إلى أي مدى ونحن نرى الجهود التي تقوم بها الأردن ومصر في عملية الإسقاط الجوي للمساعدات، كيف يمكن للقاهرة ولعمان في هذا التوقيت أن يكسروا هذا التعنت الإسرائيلي في إيصال المساعدات خاصة لشمال القطاع، وكان للأردن اليوم عملية إنزال جوي جديدة؟ نعم، الأردن يعني يعمل بالتنسيق كامل مع مصر في هذا المجال، والأردن يعني حتى اليوم قام بالعشرات من الإنزالات الجوية لقطاع غزة. طبعا الأصل أن تدخل المساعدات عن طريق البر، لأنك تعرف أن الإنزالات الجوية يعني محدودة، كل طائرة ربما ليس فيها أكثر من حمولة شاحنتين أم 3 على الأكثر. ولكن في غضون التعنت الإسرائيلي الذي نشهده حاليا، هذه المحاولة الأردنية، المحاولة المصرية، محاولات لكسر هذا الحصار على الأقل يعني لفترة، ريثما يتم السماح بالمساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق البر. غزة كما نعلم جميعا تحتاج إلى 500 شاحنة كل يوم، وهي يعني لا يدخلها اليوم أكثر من 100 شاحنة على أبعد وأحسن تقدير، ولا يدخل شمال غزة ربما إلا العدد القليل من الشاحنات. هذه الإنزالات الجوية محاولة لكسر هذا الحصار. نعم، كيف تتوقع نهاية هذه الأزمة السيد مروان المعاشر؟ يعني هل تتوقع بالنهاية التي يدعو إليها دول كثيرة أيضا من بينها الولايات المتحدة مؤخرا بحل الدولتين، أم ترى بأن المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية ربما يكون شبح يهدد القضية الفلسطينية؟ لا يستطيع الإسرائيليون تصفية القضية. هناك كما قلت يعني 7.4 مليون فلسطيني لن تستطيع إسرائيل تهجيرهم بأي حال من الأحوال. أنا أخشى أن حل الدولتين ربما يعني أصبح من المستحيلات، يعني حتى يكون حل الدولتين ممكنا يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبدون أن تكون هناك إرادة دولية صلبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وخلال فترة وجيزة جدا، أنا أخشى يعني أن الباب يعني يتم إغلاقه أمام هذا الحل. يعني سيادتك لا ترى أن هناك نية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؟ للأمانة يعني المجتمع الدولي نادى بحل الدولتين لفترة طويلة دون أن يقرنوا بخطة عملية لتنفيذه، وبهذا أصبح شعار حل الدولتين شعارا فارغ المحتوى ينادي به المجتمع الدولي، بينما تقوم إسرائيل بابتلاع المزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات. إن لم يتم إيقاف المستوطنات بالكامل، وإن لم يتم تحديد الهدف النهائي من هي عملية سياسية وهو إنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، يعني لا 3 إلى 5 سنوات على سبيل المثال، إن لم يتم ذلك وتصبح المفاوضات مفاوضات حول الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الوصول إلى هذا الحل، إن لم يتم ذلك يبقى هذا شعارا يعني لا يمكن تطبيقه على الأرض. من عمان السيد مروان المعاشر وزير الخارجية الأردني الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة.